ما تعملش حاجة يا دكتور، تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي، مش هيبقى أنا وأنت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر، فعلا ما ينفعش أنا وأنت نبقى بعيد عن المستشفى. بس أنا برضو كان لازم أجي أطمن عليك، يعني أنت عارف غلاوتك بالنسبة لي. لا إن كان على غلاوتي أنا عارفها كويس أوي، اطمن أنت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسير اعرفه. ما انت عارفني خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما وقعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض الدكتور عمر ارتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح. تعال يا دكتور تعال اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي طيب حاجه. طيب اطمن عليه واطمن عليه ونمشي. يا راجل تطمن. اطمن. احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكم عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. اه ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. ما بدري يا الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب تودي. انا مش عارفه ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله. عم حافظ شوف اسامه فين بسرعه. لا اطمن. اسامه ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عامله كده. كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا. ده صنف نمرود هيتمرع اكتر. ما كانش ينفع نعمل له قيمه ولا حساب اصلا. سيبه. خلي حسابه يتقل عشان الرد يبقى نهائي. ماشي يا عمر ماشي. بقول لك ايه؟ اسامه اخته اهي. شايفها شايف. استناني انت، انا ما اتحركش مكانك. حاضر. ازيك يا انسه سماء؟ تعال يرضيكي كده، يعني داخل اسال على الدكتور عمر واعمل الواجب يوم اخواتك تقريبا يطردوني. اه يعني انت عايز اخويا يقفشك قاعد معايا في كافيه ويطبطب عليك، ولا عايزني انا بقى بعد كل اللي حصل ده اول ما اشوفك اخدك بالحضن؟ عيب يا دكتور، انت كبير. مش كبير بقى، انا عايز اشوفك. لو عندك جديد ابقى كلمني، ولو انا فاضيه هبقى ارد عليك. باي. باي. هترد عليك في ايه؟ ايه يا مرتضى؟ انت هتسلط علينا كمان ولا ايه؟ اتفضل قدامي. انا ما جبتش سيرته لما الضابط سالني علشان الدم اللي بني، وهو ده كل اللي اقدر عليه. انا مجبر يا بنت اللي قلتيه. ترى لو ثبت لي ان وراها مش هرحم. اختفائه اكبر دليل ان هو اللي مدبرها يا بابا. طول عمره مثل زرع الشعر ده، لا متربي في طينا ولا مسجي من ميتنا. كنت فاكر ان ربنا هداه. الهدايه دي حاجه تخصه بينه وبين ربنا، انما اللي عمله لازم يتحاسب عليه. مش تبي تقول يا بنتي. عايزه اقول لك يا بابا ان انا اتنزلت عن حقي في الحكايه اللي تخصني، انما بقى اللي ما يخصنيش ما اقدرش اتنزل عنه. على ايش ناوي يا لمار؟ ناوي اخلص ضميري واعمل اللي انت ربيتني عليه. ابن عمك؟ ايوه ابن عمك. فاكر يوم ما قابلتني في المستشفى كنت بجري؟ كان جايب المأذون والشهود، عشان كده هربت، ومن ساعتها حالف يقتلني. يقتلك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي الدنيا سايبة؟ هو لسه في الكلام ده اصلا؟ هو ده اللي حصل بقى. اصل احنا لينا عواد وتقاليد هي غريبة عنك شوية، ماسكين في الحلو فيها والباقي بنحاول نغيره. وعايزين نبلغ عنه؟ أنا عملت اللي المفروض أعمله. أنت عملت أكتر بكتير. نقلتيني المستشفى وبلغتي أهلي. إيه مالك؟ تتخضي عليا كمان وقاعدة معايا وبتقولي لي كمان مين اللي عمل كده؟ أصل المقصود هو أنا، بس أنت اللي جيت في الرجلين بقى. صباح الخير. صباح النور. انت مش تقول ان انت زميل كنا قلنا معاك بالواجب؟ والله الواجب عملتوه زياده يا دكتور. لا التقرير كويس، انت الحمد لله كويس جدا. الحمد لله. يعني ينفع ناخد منه كلمتين يا دكتور؟ اه اتفضل يا فندم. اتفضل تحت امرك. طيب انا اذنكم. رايحه فين؟ عشان تبقوا براحتكم. لا لا خليكي. ينفع يا فندم تكون موجوده وحضرتك بتسال؟ لا مفيش مانع مفيش مانع. قول لي يا دكتور، حضرتك بتتهم حد معين بإطلاق النار عليك بشكل متعمد؟ بتتهم حد يا دكتور؟ لا. أنت متأكد؟
الف مبروك يا باريس اختي، طلعت على خير اهو، والقرد اللي كنت شايفاه رخايص ومستهلاها بيه هو اللي طلعك. طب سبب وانا قعدت كل ده ونبتت ليه انت وهو؟ ده ما قالش هو راكبين على بعض. الله الله الله، ما تعتبريها فتره نقاهه يا باريزه. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي انت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذه؟ بقول لك ايه يا خلص، خف عليا حبه، خف عليا حبه يا حبيبي، عشان انا لسه بعدلي وجتتي مرمى من نمط البرش. انا ما اقبلش ان تقولي على نفسك كده، شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحمه ابيض متوسط صافو. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزه كده. يلا يا عبلي، بقول لك مرمى. شوف الموضوع ايه، دنيا دواره، خدت في رجليها الكابتن، كل ما يطلع من نقره ترميه من تاني في دعتيره. يا حبيت عيني، الدنيا اديته ظهرها، صدرت له الطرشة، واللي كاله بط بط طفحته له والزواز، مع انه تاب واناب ونفض ايده من اللي فات. اقطع دراعي من هنا لو ما كانش معمول له عمل. عمل؟ ومين ده اللي بيكره له عشان يعمل له عمل؟ ده له واجب في كل بيت وفي كل حته اماره. بس داس في النسوان ياما، ولدغه المره مره، واللي يجي على وليا ايامه مش معديه. راجل ولد اصول، واللي سواها ده خلانا في وسط هدومنا يا بنتي. بصراحه يا عمي هو طلع راجل بصحيح، مع انه كان ممكن يوديه في 60 داهيه. انا لقيت نفسي ساكته مش لاقي كلام اقوله، الراجل كان سايح في دمه وبينه وبين الموت يا دوب مفيش، واتنزل عن حقه كده بسهوله، ده حتى رفض يتهمه. اللي مخوفني غياب والد عمك، مختفي ومحدش عارف له طريق. اكيد هربان او مستني جربها مره تانية يمكن تصيب. مستحيل مستحيل يا رمار. مستحيل ليه يا بابا؟ اللي يعملها مره يعملها كتير. قلت فينا يا رب، قلت فينا يا رب. ما تخافش يا بابا، ما تخافش عليا، وبعدين العمر واحد، مش انت قلت لي كده؟ بترجع تعيشي وسطينا وسيبك من العيشه في مصر. عايز اطمن عليك يا بنتي. كده برضه يا شيخ عرفان، انت اللي بتقول كده؟ مش انت اللي شجعتني على الجامعه وعلى الشغلانه وعلى البازار؟ دلوقتي عايز نرجع ينفع؟ قلبي مش مطمن. اطمن عليها يا عم، وراها رجاله. اتنيل يا شيخه، ده كنت هتموتي من الخض. يا سلام، يعني عايزين اشوف ضرب نار وموتوسيكلات وجو ارهاب واسكت؟ مصيره وجع في يدي. بابا انا كنت عايزه استاذنك يعني بعد اذنك اروح اطمن على الدكتور عمر. انت بعد اذنك طبعا. روحي يا بنتي اعملي الواجب، دكتور عمر يستاهل، بس ديري بالك على حالك. حاضر يا بابا، حاضر. يا لهوي يا عمر، لو تشوف اللي جرالي، حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، وكنت هتكفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى وعينه هي ماشيه تتكبع على وشها في البيت، وكانت تنزل بلبس البيت ومن غير حجاب. والله عليك انت يا اختي، وشها بقى زي ليمونه وايديها بتترعش، وكل الكلام اتحشر في حلقها. صح، اتحشر في حلقها. ده واخدكم معايا يا حبايبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت اتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من اسعاف. ربنا يخليكوا ليا يا رب. ولا يحرمني منكم، تسيبي الدبوس. ما عايزاك يا بنت، سيبي يا بنت، سيبي يا بنت عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانه ايه؟ حرام عليكي. خد هي تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ما رضيتش هاجي لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى اشجيني. اخبار يا عمو؟ ها اخبار. الاخبار اللي تهمه عن الانسه لمار عرفان. جموزه زي القمر، كانت خايفه عليك قوي. والنبي من النبي دمار دمار، دي شؤم، هي الشؤم، هي سبب المصايب اللي حصلنا دي كلها. اسمها دمار. لمار يا حبيبتي، اسمها لمار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش بنقولها كده بالراحه على البيت. بيني وبينك هي البت بتلمع وحلوه حبتين، بس انا بصراحه اتشقمت منها من ساعه اللي حصل لك ده. اتشقمت ايه بس وبتاع؟ اللي بيحصل ده عادي، بيحصل كل يوم يعني، عادي عادي. انت اللي مقفوره. اخويا كان هيروح مني وتقولي مقفوره؟ حرام عليك يا عم حافظ. يا كتابينا اسمعيني اسمعيني، بنت طيبه وغلبانه وبيضه، شفت بيضه؟ دي بيضه بيضه، وبعدين دي ابريق الماس. يا عم حافظ، بريق الماس مش ابريق، بريق الماس. هو انت كنت تعرفها قبل كده يا عمر؟ دي موزه يا بنت، خليكي في حالك، هي في حياتي موزه دي. دي موزه، دي موزه دي.
تشخصني بس؟ ادي المزن ايه؟ يا راجل امال كنت عندها بتعمل ايه؟ يا بنت تنام انت مالك انت انت مالك؟ خد ياكل ايه؟ استنى الاول لما تشوف الاخبار اللي انا جبتها لك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.